عن العمل الحالي وكذلك زيارة النائب الإداري إلى جنابكم؟ طبعا حسب توجيهات السيد محافظ البصرة المحترم وبمتابعة ميدانية من قبل السيد مدير البلدية والسيد الأستاذ ماهر النائب الثاني الإداري لمحافظة البصرة، هناك توجيه كان أنه صيانة الجزء المتضرر من امتداد شارع دينار في منطقة المعقل، الرابط ما بين المطار القديم وكورنيش شط العرب التابع إلى منطقة المعقل، هناك ضرر كان بهذا الشارع، وهذا شارع حيوي رئيسي يربط تقريب قضاءين بمركز محافظة البصرة. باشرت كوادر شعبة صيانة الطرق المتمثلة بآلياتها ومعاملها وكوادرنا في بإعمال تبليط الطبقة طبقة 10 سنتيم مع أعمال الحدل والأعمال الفنية الأخرى. أكملت اليوم الجزء المتضرر اللي هو بطول 100 متر تقريبا وبعرض 10 متر، إن شاء الله اليوم راح يكمل هذا الجزء مع صيانة بعض الحفر والتخسفات اللي على امتداد الطريق شارع دينا. دائما تستخدمون الوقت المساء والليل حتى تخففون يعني عمل العبء والازدحام بسبب الازدحامات في شوارع البصرة، أعمالنا تكون ليلية ومتأخرة لأجل يعني حتى لا يصير هناك ضرر على المواطنين في أوقات دوامهم، فإحنا نشتغل بهذه الساعات، نظل إحنا الساعات يعني متأخرة من الليل. كوادرنا كلها تعمل مساء يعني اللي خاصة بصيانة الطرق، لدينا أعمال أخرى في مناطق ثانية، قمنا بصيانة الشوارع المتضررة في منطقة الشمشومية مدخل المطاحن وشارع ومدخل شارع الجامع في منطقة الشمشومية، يعني العمل متواصل هناك. هم أيضا في صيانة الطرق عندنا أعمال صيانة الحفر في منطقة المعقل ومنطقة الموفقية تابعة لشعبة الرباط. يعني الجدول للشعبة وشكل لدينا خطط كاملة نعدها في بداية كل سنة يعني تابعة لشعبة صيانة الطرق ويتم تنفيذها تباعا، وهناك الأضرار اللي تحصل في أوقات يعني متفاوتة أو يعني يصير أضرار يعني آنية هم جاري معالجتها. نعم. الشكاوى اللي تصلكم إلى المديرية أيضا للمواطنين مثلا؟ نعم. شارع متضرر أو ما شابه يكون هناك لجنة كشف؟ نعم. احنا طبعا عندنا وحدة الشكاوى وحدة الإعلام في بلدية البصرة تستقبل شكاوى المواطنين وترسل ويتم تحويلها عن طريقنا عن طريق سيد مدير بلدية البصرة مباشر إلى الشعب الخدمية كافة بكل احتياجات المواطنين وكل الشكاوي الخدمية ومنها صيانة الطرق وبعض التخسفات والحفر اللي تظهر. مع ذلك احنا لدينا خطط ولدينا كشوفات من قبل مهندسين وفنية لأغلب المناطق والشوارع، منها تدرج بعض منها مشاريع استثمارية وبعض منها لا، احنا نجري الأعمال الصيانة. نعم. شكرا إلى جميع الجهود المبذولة لتقديم الخدمة للمواطن، شكرا جزيلا سيد رعد. طبعا الشكر لكم متابعتكم في هاي الساعات يعني جهودكم سباقة إن شاء الله، وشكرا لإذاعة المركز، حياكم الله على السلامة.